النهارده أول يوم شغل للمبادرة يعني عمليا؟ لا، الحقيقة احنا المبادرة كانت ابتدت قبل العيد بأسبوع، وكنا ابتدينا نتلقى تليفونات واستفسارات من العملاء على الكول سنتر بطريقة كثيفة، يعني أعداد كبيرة جدا من العملاء اتصلت تستفسر. ايه اهم بقى الاستفسارات؟ لانه بصراحه الناس فكره انها تروح البنك وتاخد القرض، الناس يعني بتقلق من التفاصيل والشروط والورق والكلام ده كله. اهم الاستفسارات ايه استاذ وليد؟ خليني برضو أبدأ مع حضرتك. أنا هقول لك طبعا الاستفسارات، بس نقول بس برضو الهدف من المبادرة، لأن ده هيفيد كل المشاهدين والمستمعين. وهو الحقيقة الهدف من المبادرة ده هو إن توفير سكن ملائم للمواطن المصري سواء محدود الدخل أو متوسط الدخل، وده عن طريق المبادرة بتاعت البنك المركزي اللي انطلقت مؤخرا بسعر عائد يعني رمزي اللي هو 3% ومدة تقسيط تصل 30 سنة. ده بياخدنا لإيه وبيسهل إيه في الموضوع ده؟ لما سعر العائد بيقل بالمنظر ده والقسط بيوصل لحد 30 سنة، ده بيخلي مبلغ القسط نفسه أو قيمة القسط بقت قليلة جدا وبسيطة. فبتبدأ القسط يتوافق مع دخل العميل ويبقى مناسب، يبقى القسط ده متوافق مع كاستقطاعاته كنسبة من دخله. فده سهل الموضوع كتير قوي، لدرجة إن حضرتك هتستغربي لما تعرفي إن أقساط الوحدات السكنية أو أقساط التمويلات في الشقق الجديدة تبع المبادرة ممكن تكون مساوية أو أقل من إيجار شهري لشقة إيجار جديد. يعني صحيح لو أنا صحيح باخد شقة إيجار جديد وبدفع لها إيجار شهري، صح أنا ممكن الإيجار الشهري ده يبقى مساوي أو أقل من قسط الشقة. مم. مم. ولو قلنا الموضوع ده بمثال عملي عشان الناس تبقى برضو المستمعين يستوعبوه، إن النهارده مثلا في الإسكان محدود الدخل في شقق بتوصل اللي هو الإسكان الاجتماعي بتبتدي من 200,000 جنيه، الشقة اللي بتبتدي من 200,000 جنيه دي قسطها بيبقى 700 جنيه تقريبا على 30 سنة. ال 700 جنيه دول النهارده ما اعتقدش انهم يأجروا شقه مماثله للشقه اللي بتتسلم من 200,000 جنيه. مش بس كده، ان القسط 700,000 جنيه 700 جنيه ده هيبقى ثابت مع العميل لمده 30 سنه، انما الشقه الايجار الجديد لو هي النهارده ب 700 كل سنه بتزيد من 5 ل 10%، فحضرتك ممكن تلاقي ايجارها بعد 10 سنين النهارده وصل ل 1000 ونص 2000 جنيه والقسط ما زال 700 جنيه. ده لو خدنا مثال على محدود الدخل. طيب لو رحنا خدنا مثال تاني على متوسط الدخل اللي هي 1,100,000 ومليون و400، النهارده الشقه اللي قيمتها نقديه كاش 1,100,000 او 1,400,000، لو حبيت اجرها ايجار جديد مش هدفع اقل من 3 4,000 جنيه قيمه ايجار شهري ايجار جديد. الشقه دي اصبح النهارده قسطها مع المبادره 3,900 جنيه لو هي قيمتها 1,100,000 والعميل دفع اللي هو ال 15% المؤدب ال 160,000 جنيه وتبقى عليه 940,000، دول قسطهم حوالي 3,900 جنيه على 30 سنه. طبعا هو النهارده هيأجرها بثلاثه لو هو مأجر، بس بعد 10 سنين دي هتبقى ب 10، وبعد 20 سنه هتبقى ب 20,000 ايجارها، وهيفضل هو بيدفع القسط ب 3,900 وفي الاخر بيتملكها.